السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، متابعي صفحة أثاث مستقبل علمة، وبالأحرى عشاق أثاث مستقبل علمة. اليوم السبت، بداية أسبوع موفقة لنا ولكم للجميع. احنا عرض عليكم ذكاء ثلاث طلبيات بلا من بعد نجمل لكم كلش، مورف ندير كلش مع بعضها. المرة هذه اللي حبيت ندير لكم ثلاث طلبيات خاطر عندنا هدرة نهدروها. نروح نعرض عليكم الطلبيات ومن بعد نهضروا. كما راكم تشوفوا الطلبيه ديال اخونا ايوب من مدينه العلماء، ميم حتى الطلبيات هذه حتشارجا في الحين سير بلاص. ها هو الفرقو صور الفرقو يسحق بلي راهو يستنى نديروا فيديو برك، ومن بعد واحد زوج سوايع تلقاو الحانوت معمر لاخره، ونعاود لكم فيديو اخر. هذه طلبيه تاع اخونا ايوب من مدينه العلماء، دوموندينا في الموديل بيلوت 7 بلاص. كما راكم تشوفوا كركاسون بواروج بونجي 30 7 اوروسور، نفس الطلبيه تاع اخونا من ولايه شلف. ثاني دوموندنا في السي بلاس، نفس الموديل نفس التي سي نفس الكولير. وشن هي هو عنده سي بلاس، عنده 3 بلاس 2 بلاس 1 بلاس. هذه تاخونا من ولايه شلف مدينه تنس، وهذه تاخونا ايوب من مدينه العلمه. وعندنا الطلبيه السعر تاع شوف تاع السات بلاس هذا 11 مليون و500، السي بلاس 9 ملايين و500. دوك نرجعوا نعطيكم التفاصيل في الفيديو اللي احنا نهضروا فيه. وراكم تشوفوا الطلبيه تاخونا بلال زمام هذا من راسيسلي، منطقة في ولاية سطيف اسمها راسيسلي. كما راكم تشوفوا دوموندينا في موديل شيستر الأصلي، شيستر الحر، شيستر الكونفور، شيستر كيما نقولوا المجمول، واش راح نقول لكم. السعر تاعو 12 مليون و700. واش حبيت نقول لكم؟ حبيت نقول لكم أثاث مستقبل العلمة أصبحت مدرسة في مجال أثاث المستقبل. أثاث المنزلي أصبحت مدرسة، الناس الكليوم متتبعين يتعلموا منا. حتى لاحظت بعض الصفحات انهم يهزوا الطريقه تاعنا ويخدموا بها، وهذا شرف لينا، نفتخر ونعتز اننا الناس هز علينا الطريقه اللي نخدموا بها والافكار. الافكار حتى الافكار لاحظها بلي تاعي انا ما نهزش ما نسرقش الافكار للناس. انا الشيء اللي نخدمه من قلب للقلب، يعني ما نقلد حتى واحد وما نعاند حتى واحد وما نعس حتى واحد وما نهز حتى واحد. لاحظت بعض واحد الطرق هكذا لونسيتها، واحد الافكار هكذا لونسيتها، الناس هزتها وعاد تخدم بها، وهذا فخر ليا وشرف لينا وشرف الاثاث مستقبل العلمة ككل. المشتري ولاتو في الخدمة الأصلية، الخدمة كيما نقول لهم هذا التي سي المخيط، التي سي الأوريجينال، نعطي لكم التي سي الأصلي والحر كيفاه مداير والمقلد كيفاه مداير، نعطي لكم الخدمة الأصلية خاصة في الصالونات لخاطر أنا نعرف نخدم غير الخدمة الأصلية، الخدمة الحرة. الخدمه اللي تعود لوريجينال بالبلياج كيفاه مدايره، والكركاسون بواروج بونجي 30 كيفاه مداير. نعطي لكم ثاني كيما نقولوها كركاسون بواروج بونجي 30 كيفاه تعرفوا كيفاه تشوفوا كيفاه الناس ثاني المتتبعين الكليون هزوا وعادوا يعرفوا يفرقوا بين السلعه الاصليه والسلعه المقلده. واصحاب الصفحات كي شافوني هكذا ولاو ثاني يهزوا علينا الافكار ولاو يعرفوا كيف ينعتوا سلعتهم، وعادوا ما يخدموش بفضل ربي ومن بعد فضلنا احنا، عادوا يخافوا يجيبوا لك السلعه كونترفاسون، يعني يروح يجيب لك سلعه اصليه ولا ما يجيبش. ولا هناكم ثاني في الترونسبور، الناس اللي يزيد في حق الترونسبور ويحشيك في الترونسبور، ولا هنا. ولاحظ ثاني انه اثاث مستقبل العلمه دارت اسم، والاسم هذا الناس تحوس تديه، مش تديه تخدم به، هم كاتبين له. وهنا حبيت نقول لكم باللي ما عندي حتى علاقه ونقولها المره المليون بحتى صفحه اخرى وبحتى محل اخر، ولا ماني شريك مع حتى واحد وما عندي حتى صفحه. دوك واش لاحظت؟ انا نهار بديت الصفحه تاعي كتبت اثاث المستقبل، انا كنت في القديم واش كاتب صفحتي عصر الاثاث، عصر الاثاث هذه قبل ما ننتشر بين. ومن بعد لقيت عصر الاثاث كاينه صفحات بزاف، انا ما نحبش نقلد، نحب نكون متميز كما راني مد في الافكار تاعي، نكون متميز ما نحبش نسرق الفكره تاع الناس. واثاث مستقبل العلمه فكره والفكره لا تموت. وليت شفت اسماء شفت ومن بعد حوست على اسم يليق بينا، اسم شغل باين، اسم سميناه اثاث المستقبل. كي كتبت انا اثاث المستقبل ما كانت حتى صفحه مكتوبه بهذا الاسم ولا صفحه. ماشي شرط اثاث مستقبل العلمة، اثاث المستقبل برك كيما دوك راكم تكتبوا اثاث المستقبل يخرج لكم كل ورا بعضهم. انا نهار كتبتها بديت ندير الاسم ما كان حتى صفحه باسم اثاث المستقبل، واللي درت اثاث المستقبل العلمة.
راني نشوف دوكا كاين اثاث المستقبل مدينه العلمه، لا علاقه به هذا ثاني هز الاسم علينا احنا. اثاث مستقبل الجلفه، اثاث مستقبل البليده، اثاث مستقبل بيتنا، اثاث مستقبل الخراطه، اثاث مستقبل قسنطينه، اثاث مستقبل 58 ولايه. ليه؟ هذا فخر ليا. ليه؟ خاطر عرفوا باللي اثاث مستقبل العلمه تخدم خدمه اصليه وصفحه فرضت اسمها في السوق. تسمى الناس واش ولات داير كي لقاو اثاث مستقبل العلمه، صح هذا انسان صريح، انسان صادق ويخدم خدمه اصليه ودار الشهره بالخدمه الاصليه، الناس عاد تخدم اسمنا. نقول واخدم مش ما تخدمش، ربي يعاونك. حتى وديت الاسم تاعنا واش نخدم كيما احنا، ماشي تدي الاسم الاصلي، الاسم تاعنا اللي نخدمه احنا مشرفين 58 ولايه، انت تروح تدي اسمنا كي عاد الناس تعرف اثاث المستقبل، انت تروح تخدم الكونتر فاسون وتكلحهم. هذا خطاب للناس اللي هزت اسمنا وتخدم به. انا ثاني للمره الالف والمره المليون و100 واحد نقول لك لا علاقه بهذو الصفحات، مش كان نهضر معاهم راني شغل نزكي فيهم، ما نزكي حتى واحد. انا وحدي، انا اثاث مستقبل علمه وحدي، لا شريك، لا علاقه، لا ارتباط، لا هم يحزنون من يحلف حتى ولايه، ما عندي علاقه بحتى ولايه. بغيت تعرفوا الزبائن تاعنا. لاجل هذا حبيت نقول لكم بلي الفيديو هذا راح يكون شويه طويل، ولاحظت الناس والله اصحاب صفحه ثاني هزوا الافكار تاعنا، حاجه اللي نديروها من بعد يومين ثلاثه نلقى واحد اخر يعاود يطلق ويهضر نفس هضرتنا. والحمد لله، يعني الحمد لله رانا شايعين هكذا، وهذا بفضل ربي، فضل الصدق والمصداقيه. كون ما جاوش لقاونا ناجحين وصراحة وسيريو في خدمتنا ما يهزوش الطريقه تاعنا، وهذا فخر كبير ليا. هذه اثاث مستقبل العلمه، زيارتكم تشرفنا. قبل ما نختمو، كي تحب تروح الصفحة الرسمية تاعي واش تلقى؟ تلقى في البروفيل، فوتو بروفيل، في التيك توك، يوتيوب، فيسبوك، تلقى هذا البانو، البانو هذا مكتوب أثاث مستقبل العلمة بأرقام الهاتف، يعني موحال واحد آخر يدير اسم كما نقولوا صفحة مقلدة باسمنا ويدير لك النيميرو تاعي، موحال ما يقدرش. أنت باه تعرف بلي الصفحة الرسمية والصفحة الأصلية هذه هي، تلقى أرقام الهاتف بهذا الرقمين، وهذا هي البانو تاعنا، حنا مديرينه هكذا بين